حسين يا ابن أمي تراني ماشي وراح وقتي راضية أمورا. أخوي حسين حسين يا ابن أمي تراني ماشي وراح وقتي راضية أمورا راح وقتي راضية. اسمع صوتي العدلي ما ينجس برا الناقة جبت لوني زين خويا رايح وليك العذر بعد ما ضل شور عندي على جفوف دارة إحضال النساء زينة بالوياك صارت ماضي حسين يا ابن أمي تاني ماشي راح وقتي اليوم زينب بعد مو زينب اليوم زينب تبات بالخرايق اليوم زينب على هزيلة اليوم زينب بلا كافر اليوم زينب يسموها الزبير اليوم زينب بعد مو زينب أمس طلع صوتي العيد لي ما ينهجس خوي بضر الناقة قمت لوذي من الشمس وعلى حر القاح أركض حافية وعلى حر القاح أركض حافية حسين يا ابن أمي تاني ماشي راح وقتي راضي مو راضي راح وقتي راضي مكفولتي بيتماها وأرامله أولا 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 اختبوا الغير الهاشمي الما تطلعي البرايا
بلا كافلي وهدت ستور للشام جت مشايخ حلقاع بيتشي اخي العرب ما طاحت لحجاية لا شار عيدة ولا أمور وللمجلس مودة بالليل إذا مشى يغطيها في على ذاك الظهر غدر تركض بالاخير قبل طلعت مكفولة واسمها ما حد يقول فضيمة حريما قال يمدولة ويلا بعيد الدرب خويا ليلي نزلونا بغرابة بعيد كلش لا تقلي والله يا خويا ما أدري أنا رايحة مو مشوري رايحة مو بأمر أخوي جابوا النياق الصبح وقالوا صحتي صحت شاوين أبو فاضل شاوين الراية شاوين خواني قل الزينب ما متعودة تمشي بدون راية قل الزينب لو ما أبو فاضل ما تمشي ما رايحين درب مس اللي قلبي يصلح ستور والسوالف تفزز الميتين كل ما تنذكر والسوالف تشيب عيون الجنين رايحين خويا طلع الخيام من خيام يا عفة البيت مستحيل التباح آثار الظهور طاب وين
تشيت حيرقي حدري المخيم سنة لو طيف لبو سنت آخ 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 طلعنوا بين مرة فرحة مذهولة شيلتها تكطر بجي وتصيح قلول لسه الحنة بيديها شنقل لمولاد المال صب الدم لو عندها بعيون رملا انطبع شعبيش حلو طول وصارت جرح مفرح يا زفة مودعين يا حنة مودعين شو تقول له يمه هسانة يمه ركضت ما أدري وين راح قالوا لي ركض ركض ما عدنا بس عليل بالخيمة بقى قلنا له قال فروا على وجهكم في البيت السانة يوم ما ركضت وانت اندعي لي بحق يا ويل ما تنتهي ما تنتهي مشت وعيونها بعينها ويلا 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 قتلها فراق ابو شكينا وحنين البينا وبينا مشت وعيونها